إطار الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية 2019-2020 عزت المديرية العامة للأمن الوطني، عزت ولاية أمن أكادير، مجموعة من الموارد البشرية ومن الدعامات اللوجستيكية. غادي يتم توظيف ديال هاد التعزيزات في مجموعة من أجل ضمان سلامة ديال المواطنين في السلامة الجسدية والسلامة في الممتلكات ديالو. غيتم توظيفها على شكل دوريات راجلة، دوريات محمولة، دراجات نارية خاصة بالأماكن الوعرة والأماكن اللي كيصعب الولوج ديال النجادات ليها. كذلك غادي يتم تنصيب مجموعة ديال السدود الإدارية داخل المدينة وسدود قضائية في المداخل ديال المدينة. هذه الإجراءات كلها ساهمت فيها مجموعة ديال المكونات، مجموعة حفظ النظام، مجموعة الحماية، كذلك مجموعة التدخل السريع، دراجيين، كاميرات محمولة، سيارات ديال التنقيط. هذه الإجراءات كلها كتصب في السلامة ديال الجسدية ديال المواطن وفي تأمين الممتلكات دياله.